السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. الفيديو والوصفة اللي جايب لكم اليوم هو جلب النساء والرجال للفراش، يعني جلب النساء للفراش، النساء والرجال أيضا، يعني سواء جلبت بها النساء سواء يعني سواء جلبت بها الرجال. هذه الوصفة سوف تجعل هذه المرأة تنجب لك وللفراش يعني في وقت قصير، يعني عندما تقوم لها بهذه الوصفة أو عندما تقوم له بهذه الوصفة سوف ينجذب لك وينجذب لك، يكون معك في نفس الفراش لكي يكون معك في نفس يعني في نفس المكان لكي يقترب جسدك من جسده. عندما تقوم بهذه الوصفة للنساء فهي يعني تتمنى أنها تكون قريبة منك، تتمنى أن تحتضنك، أن يقترب جسدها من جسدك، أن تكون بالقرب منك يعني. وهذا الإنسان يعني مباشرة بعد أن تقوم الوصفة سوف تنجذب لك، وعندما تنجذب سوف يبقى هذا الانجذاب دائم، يعني يبقى الانجذاب دائما دائما منجذبة لك، منجذبة للفراش معك، منجذبة للنكاح معكم. يعني سبحان الله هذه الوصفة سبحان الله يعني عنده تأثير ومفعول قوي، جربت الكثير من الرجال وكثير من النساء والحمد لله كانت ناجحة، لهذا قررت أني أشاركها معكم. فهذه الوصفة يعني كل ما سنحتاجه هو سنحتاج البصل، البصل يعني سوف نحتاج البصل، بصلة واحدة ثم ثلاثة أكواب من ماء الزهر، ثلاثة أكواب من ماء الزهر، ثلاثة أكواب من ماء الزهر، أقول ثلاثة. ويعني وانتم عارفين يعني البصل في التهيج وفي الجلب، يعني سبحان الله البصل في التهيج والجلب عنده مفعول وتأثير قوي ويجلب النساء ويجلب الرجال في وقت قصير. البصل وما أدراك ما البصل في الجلب، البصل وما أدراك ما البصل في الجلب، أعيد وأكرر، البصل في الجلب يكون مفعوله وتأثيره قوي قوي جدا. يعني اول شيء تقوم به انك تاخذ البصله، تاخذ البصله او تاخذين البصله وتقوم تقطعها الى قطع صغيره مثل هذه، قطع صغيره مثل هذه، وتضيفين اليها ثلاث اكواب من ماء الزهر. البصله بالكامل تقوم تقطعها الى قطع صغيره مثل هذه وتضيف لها ثلاث اكواب من ماء الزهر، ثلاثه اكواب من ماء الزهر، وتكتب ما ساملي عليك الان في ورقة. تأخذ ورقة وقلم، ورقة وقلم أو المدد الروحاني، أو المدد الروحاني، وسبق وحطيت فيديوهات عن كيفية تحضير المدد الروحاني. سوف تأخذ ورقة وقلم أو تكتب المدد الروحاني. بالنسبة للقلم يجب أن يكون أسود، سواء استعملت القلم الأسود أو المدد الروحاني، المهم ورقة والمدد الروحاني أو ورقة والقلم. بالنسبة لهذه الوصفة فأحسن الأيام للقيام بها وهو يوم الاثنين، يوم الاثنين أحسن قيام، أحسن يوم للقيام بهذه الوصفة، يعني مباشرة أن تقومي بهذه الوصفة للرجل سوف ينجذب لك، ينجذب لكي يكون في حضنك، لكي يتقرب منك، يتمنى أن يعني ولو يكون أن هذا الإنسان ليس لك علاقة به أو هذا الإنسان ليست على لك علاقة بها، يعني مثلا تعرفها فقط في العمل في الشارع بنت الجار هكذا، يعني سوف مباشرة أن تقوم لها بهذه الوصفة، ولو أنها من قبل كانت تلتقي بك ولا تبالي ولا تهتم بك، أو كان من قبل يلتقي بك ولا يبالي ولا يهتم بك ولا يعيرك أي اهتمام، يعني مباشرة أن تقوم له بهذه الوصفة سوف يشعر بشعور غريب، يعني سوف يتذكرك وينجذب لك انجذاب قوي، وهي أيضا سوف تتذكرك وتنجذب لك انجذاب قوي، سواء كانت زميلتك في العمل سواء في أي مكان، يعني مثلا كانت زميلتك في العمل يعني وكانت تجمعكم فقط ويجمعكم فقط العمل، يعني بعد أن تقوم لها بهذه الوصف سوف يعني تنجذب لك، يعني تتمنى أن تكون في حضنك، سوف تبحث عن أي وسيلة لكي تتقرب منك، لكي يعني تطلب منك رقمك، لكي تتواصل معك، لكي يصبح بينكم علاقة، لكي يصبح بينكم يعني مودة، ولن تستغني عنك أبدا مباشرة بعد أن تقوم بهذه الوصفة، ولن يستغني عنك مباشرة أن تقوم بهذه الوصفة، يعني سبحان الله وصفة قوية قوية في التهييج وفي الجلب، يعني الجلب للنكاح وللفراش، يعني سبحان الله وصفة قوية وجربتها الكثير من الزبونات والحمد لله أعطت نتيجتها. أول شيء سوف تقومين فيه هو أنك سوف تكتبين جلبتك، جلبتك، جلبتك للفراش، للفراش، لما عينك تشوف عيني، لما عينك تشوف عيني تجيني، تجيني، تجيني بدون نقاش، يعني جلبتك للفراش لما عينك تشوف عيني تجيني بدون نقاش، يعني جلبتي للفراش لما عينك تشوف عينه يعني يجيك بدون نقاش، لما عينك تشوف عينها تجيك بدون نقاش، يعني سوف تأتي لك وهي متمنية، يعني بدون إرادة متمنية أن تكون في حضنك، متمنية أن تكون بقربك. ثم تعود للسطر وتكتب لما
تذكرني، لما تذكر تذكرني أو تذكريني يجيك ارتعاش، ومن انجذابك لي الناس يجيها اندهاش. لما تذكرني يجيك ارتعاش، ومن انجذابك لي الناس يجيها اندهاش. لما تذكرني يجيك ارتعاش، ومن انجذابك لي الناس يجيها اندهاش. يعني لما يتذكرك او لما تذكرك يجيها ارتعاش، ومن انجذابها ليك الناس يعني يجيها اندهاش. يعني كيف هذا الانسان، كيف هي مجلوبه لهذا الانسان، وهذا الانسان كيف هو مجلوب لهذا الانسان، يعني سوف يجيهم اندهاش. ثم تقوم بوضع سطر طويل مثل هذا، ثم تقوم برسم مثلث هكذا، ثم مثلث اخر هكذا هكذا، يعني يكون في نفس الحجم، مثلث هكذا ثم مثلث هكذا هكذا هكذا، ثم تقوم بوضع دائرة هكذا، وضع دائرة هكذا، وضع دائرة هكذا هكذا، ثم تكتب هنا، تكتب هنا طاعة طاعة، ثم تكتب هنا خضوع، ثم تكتب هنا انجذاب، ثم تكتب هنا فوري فوري، ثم تكتب هنا جلب، وهنا جلب، هنا جلب، وهنا جلب، هنا طاعة، وهنا في الداخل جلب، وهنا في الداخل المثلث جلب، وهنا فوري، يعني جلب فوري، جلب فوري، خضوع فوري، انجذاب فوري، طاعة فوري، يعني طاعة فورية. ثم تكتب تكتبين هنا، يعني تكتبين أو تكتب هنا اسمها، تكتب مثلا اسمها شيماء، تكتب شيماء، ومثلا أنت اسمك مراد، تكتب مراد. لو كانت أنت التي سوف تقوم ببدل وصفة، أنت سوف تكتبين هنا اسمه، مثلا مراد تكتبين مراد، هنا تكتبين اسمك. يعني هذه الوصفة هي بدون أسماء الأمهات، لن تحتاجي إلى أسماء الأمهات. ثم تقومين بطي الطلسم هكذا، تقومين بطي الطلسم هكذا. قلنا هذه الوصفة يعني تقومين بها يوم الاثنين، يوم الاثنين، يعني مثلا قمتي بها يوم الاثنين، سوف تقومين بطي الطلسم هكذا، وتأخذين البصل وماء الزهر، وتضعين هذا الطلسم في ماء الزهر هكذا وفي البصل، وتتركيه لمدة 5 أيام، 5 أيام، ويوم بعد يوم يعني ينجذب لك هذا الشخص، يعني وينجذب لك، يعني ويتمنى أن يكون قربك، يعني يتمنى أن يحتضنك، يتمنى أن يكون معك، يتمنى أن يعني أن يقترب منك، يعني يوم بعد يوم تشعل فيه يعني محبة واشتياق وحب وتعلق وانجذاب، ويعني وجلب الفراش، وجلب يعني يصبح هذا الإنسان لا يفكر إلا فيك، وتصبح هذا الإنسان لا تفكر إلا فيك. يعني يعني مدة هذه 5 أيام هذا الإنسان أو هذا الإنسان سوف يصبح مجلوب لك، لا يفكر إلا فيك أنت، وهذا الإنسان لا تفكر إلا فيك أنت. سوف يعني تتركها في هذا الماء من البصل وماء الزهر، وتتركها في يعني مكان مخبأ، يعني تتركها مثلا تحت السرير، تحت خزانة، يعني في مكان يعني تقوم بإخفائها، يعني مكان مخفي، وتضعها في يعني تحت السرير، تحت الخزانة، في أي مكان، المهم يعني تحت الدولاب، في أي مكان يكون مخفي. وعندما تمر 5 أيام سوف تأخذ هذا السطل هكذا، وتقوم برميه في مكان نظيف، يعني مثلا التربة، رمال، حديقة، غابة، أي مكان نظيف، المهم أن لا يكون مكان نجس، تقوم بسكبه وإفراغه هكذا بالكامل، تقوم بإفراغه بالكامل. ومباشرة يعني بعد 5 أيام هي سوف تبحث عن أي وسيلة لكي تتقرب منك ولكي تتواصل معك. وهو أيضا بعد مرور 5 أيام، بعد أن يكون الحنين قد زاد والانجذاب قد زاد يعني وكبر في قلبه، سوف يبحث عن أي وسيلة لكي يتقرب منك لكي يتواصل معك، ويصبح إنسانا آخر، يعني ولو يكون أنه في الأول غير مبالي لكن لا يهتم بك، سوف يعني سوف يبحث عن أي وسيلة لكي يتواصل معك ولكي يقترب منك، وسوف يجلب هذا الإنسان. يعني سبحان الله، وصفة معجزة، وجربت الكثير من الزبونات، الحمد لله أعطت نتيجة لا تقررت أن أشاركها معكم، وأعطيتها الكثير من الزبونات وكانت ناجحة.
تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي. الى فيديو قادم ان شاء الله كالعادة، من يريد ان يتواصل معي او يريد عمل خاص يترك لي رسالة في الواتساب الذي ساضعه في صندوق الوصف. تحياتي لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.